说说说说。啦啦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 ，说说说说，جئناكم ندعوكم نمرح نلهو نتسلى، فهيا تعالوا ضموا لنا فالوقت يطيب ويحلو، معكم أنتم أحبتنا عمو يا زيد شو، عمو يا زيد شو، عمو يا زيد شو، شو 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 شني يا شميل نشوف عمو يا زيد سيرين نشوف عمو يا زيد نقول نحبك بزاف بزاف وصحة لك لك جيد جيد نشوف عمو يا زيد نحبك بزاف نحب عمو يا زيد جدا عمو يا زيد شكرا عمو يا زيد نسمع خناع تاع عمو يا زيد وهدايا تفرحكم ولنا لكم مفاجأة سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم مساء الخير مساء الخير مدينة بومرداس مدينة جميلة جميلة مدينة بومرداس جميلة جدا 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 عمو يزيد عمو يزيد جد سعيد لرو معكم هنا في هذه المدينة المضيافة الجميلة أحبائي كيفاش كان الدخول المدرسي موفق وش رأيكم عمو يزيد زاركم اليوم في هذا الحفل الجميل احنا رانا اليوم باش نفرحوا وش مدام نفرحوا اليوم نكملوا ونروحوا انا مانيش رايح اليوم انا عجبتني بومرداس انا نقعد إذن أحبائي إحنا ماذا بينا نفرح مع بعض وش رأيكم أحبائي تحبوا الأسئلة
إذا هذا الحفل من تنظيم مديرية الثقافة برعاية مجمع الشروق، شركة رامي وشركة شيبس مهبول. جاب لكم عمو يزيد معاه اليوم بزاف الهدايا. الهدية الأولى، للسؤال الأول، كم من ولاية تحد ولاية بومرداس وما هي؟ كم من ولاية تحد ولاية بومرداس وما هي؟ يا كومبيان دو ولاية ليميتروف دو لا ولاية دو بومرداس؟ كيل سون سي ولاية؟ شكون اللي عنده الجواب؟ شكون؟ تعالى. واسمك بنتي؟ أمنية قرسان. أمنية، ما هي هاد الولايات وشحال كاين من وحدة؟ قرسان. لا 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 لا، الولايات الولايات. ها شوف الشاطر هذا، واسمك وليدي؟ إسلام. إسلام، والله شحال في عمرك إسلام؟ 12. 12 اليوم؟ 12 سنة. 12 سنة، أوكي. شحال كاين من ولاية تحد ولاية بومرداس؟ لا 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 لا. شوف الشاطرة هذه، واسمك بنتي؟ مريم. مريم، شحال في عمرك؟ 12. 12 اليوم؟ اه 12 سنة. عم بالي 12 شهر، 12 سنة. اوكي بنتي، شحال كاين من ولاية تحد ولاية بومرداس؟ 3. لا 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 لا، شكون اللي يعرف؟ يلا شوف الشاطرة هذه، يلا. واسمك بنتي؟ بشرى. بشرى. بشرى، شحال في عمرك بشرى؟ 12 سنة. 12 سنة، شحال من ولاية تحد ولاية بومرداس؟ أربعة. أربعة، برافو، أربعة. ما هي؟ تيدي هزو، جزائر، بليدة. فوالا، تعالي تعالي، اروحي اروحي بنتي، تعالي تعالي تعالي، جيبوها جيبوها. فوالا، جيبوها 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 لهنا، اروحي. اذا احبائي، كم من ولاية تحد ولاية بومرداس؟ أربعة. ما هي؟ قولي هنا. تيدي هزو، البليدة، والجزائر العاصمة. إذا منا الجزائر العاصمة والبليدة، ومنا تيزي وزو والبويرة. إذا أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها، الشاطرة هذه. إذا بنتي رامي، راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل وراعي عمو يزيد شو، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو بنتي، العفو الشاطرة. يلا تصفيق عليها، تصفيق عليها، تصفيق عليها، تصفيق عليها. عمو يزيد يحب الأطفال الشاطرين بزاف بزاف. يا أحبائي، بمناسبة الدخول المدرسي، واش رأيكم نغنوا كامل مع بعض؟ صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. يلا كامل معايا، صباح الخير مدرستي. لا 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 لا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا
عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، شرقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، شرقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. شكرا 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 شكرا. أحبائي، اشتقت لك من الأعماق، ما فارقت مخيلتي، اشتقت لقسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أحبائي، احترام المعلم، احترام المعلم مهم جدا جدا جدا. شكون يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات؟ تعرفوه كامل؟ أنا عم بالي غير هذا اللي نعرفوه. يلا شوفوا الشاطرة هذه، اسمك أنت؟ ماريا. ماريا، شحال في عمرك ماريا؟ 10 سنين. 10 سنين، وقتاش اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات؟ اليوم العالمي للمعلم والمعلمات هو 8 أكتوبر. لا 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 لا، خلينا نشوف الشاطرة هذه، اسمك بنتي؟ أمنية قرسان. هل في عمرك أمنية؟ 10 سنين. 10 سنين، وقتاش اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات؟ اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات هو 16 أبريل. لا لا، هذاك يوم العلم، هذاك يوم العلم. شكون يعرف؟ شوفوا الشاطرة هذه، اسمك بنتي؟ مريم. مريم، شحال في عمرك مريم؟ 12 سنة. وقتاش هذا اليوم العالمي؟ 5 أكتوبر. تعالي بنتي، تعالي. إذن هو يوم 5 أكتوبر، اليوم العالمي، وخاصة أنه ما راهوش بعيد، اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات. تعالي أرواحي، يلا ديوها بلاصة، وقادي
صباحي بنتي. ها عندك لغهم اسمك؟ مريم. تقراي مليح مريم؟ نعم. شاطره؟ نعم. الله يبارك. اذا مريم قالت لكم اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات هو يوم 5 اكتوبر. 5 اكتوبر. اعطيها الهديه تاعها، اعطيها الهديه. تصفق عليها، تصفق عليها، تصفق عليها. تصفق عليها والاجابه صحيحه. شكرا. اذا بنتي مريم شركة شيبس مهبول تعطيك هذه الهدية، راعي برنامج مع عمو يزيد وهذا الحفل يعطيك هذه الهدية ان شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو بنتي. عفوا صفقوا عليها. صفق عليها. احبائي المعلم، المعلم موجود باش كاين اغنية عمو يزيد يقول فيها معلمي معلمي من كل جهل سمتني. يا احبائي المعلم محترم، المعلم يحترم. اذا احبائي واش رايكم؟ كاين اغنيه مهمه جدا، هذه الاغنيه نقول فيها اغنيه الجد، قل فيها يا ابني شمر لي الجد فالجد عنوان المجد. احبائي على بالكم باللي في الدنيا هذه حاجه ما هي سهله، ولكن الطفل الذكي هو اللي يعرف يقسم وقته بين الجد واللهو. حقيقة الطفل لازم يلعب، لازم يمرح، ولكن الواجبات لازم تكون في وقتها. لا يجب تأجيل الواجبات. واش يقولون؟ لا تؤجل عمل اليوم إلى، ففي الغد عمل آخر. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ففي الغد عمل آخر. يا أخي أحبائي هذا وعد. إذا يا ابني شمر لي الجد فالجد عنوان المجد. ويزيد شو 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 شو. يا ابني شمر لي الجد فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر لي الجد فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم. والعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر لي الجد فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر لي الجد فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد. اكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طلب العلم الاولى من بين الغايات المثلى. اكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن،
السابق واشغل فيه الزمن، واشغل طلب العلم الأولى من بين الغايات المتلايات، من بين الغايات المتلايات. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد. شكرا. في الدنيا ميدان الكد، يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد. هذا قولي هذه عادتي، في الدنيا ميدان الكد. وزع وقتك ما بين الجد واللهو. يا احبائي، الطفل الذكي هو اللي يعرف يقسم وقته. احبائي، شكون يقدر يقول لي؟ تحبوا الاسئله ولا تحبوا الهدايا؟ الهدية شرط السؤال، شرط الجواب الصحيح. ولكن كاين شيء مهم، فهم السؤال هو نصف، فهم السؤال هو نصف الجواب. أحبائي، كاين يوم عالمي مهم جدا. هذا اليوم العالمي تعرفوه؟ مازال ما قلت السؤال. عرفتوه لما قلت السؤال؟ كان قريب 200 يوم عالمي، مازال ما قلتش مبا سؤال. عرفتوه؟ شاطرين ما لا نكمل ما نحبش. احب واش وليدي؟ وقتاش اليوم العالمي لي على الطفولة سهلة. حبيت سؤال صعيب، حبيت سؤال شوية صعيب، سؤال أصعب شوية. هذا السؤال، وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ اليوم العالمي للحماية المدنية، لا جورني انترناسيونال دو لا بروتيكسيون سيفيل. نحكوا لنا الشاطرة هذيك اللي عندنا، جوزوها لنا، جوزوها لنا. يلا 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 يلا، بتعطوا لنا الشاطرة هذه. يلا فوالا بنتي، لحقوا لنا الشاطرة هذه. فوالا لحقوا لنا، خلوها تجوز، خلوها تجوز. يلا فوالا بالعقل. يلا بنتي روح، تعالي تعالي تعالي، خلوها تجوز، خلوها تجوز، خلوها تجوز. نشوفوا الشاطرة هذه الجواب تاعها. واسمك بنتي؟ هبة. هبة، شحال في عمرك هبة؟ 7 سنين. 7 سنين وشاطرة هكذا؟ شاطرة أنت؟ نعم. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ 1 مارس. 1 مارس، برافو 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 برافو، تحية. تصفيق عليها، تصفيق عليها. تصفيق عليها كامل، يلا يلا. أعطيني الهدية تاعها. شكرا. إذن بنتي عمو يزيد مع رامي، وين تروحي؟ لبحر. ديني معاك. نجي معاك. سير. ديني معاك لبحر. سير. عندكم بلاص في الطوموبيل؟ كاين بلاص؟ بالك ما كانش بلاص. انتوما شحال في الطوموبيل؟ حنايا. شكون انتوما كامل؟ شكون؟ ما بابا ولا اختي ماما وجد. شكون؟ انتي؟ لا، اختي بابا وماما وجدي. وجدي راكم في 5، وانا وين نركب؟ من قدام. من قدام؟ وانتم تركبوا في 5 من الور ولا كيفاه؟ حنا كمان نجي من هنا وانت ياتي من هنا. بابا كيسوق؟ لا لا انا نسوق. خليني نسوق باباك. ايوا خلاص تكلش. يلا. ربي يسون، ربي يسون. اذا بنتي رامي راعي البرنامج يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. يلا بنتي تفضلي تفضلي تفضلي. هذا تفيق عليها. يلا تفيق حارة عليها. تفيق حارة. عاودوا أعطوها ال، خلوها تجوز منا. روحي من هيك معلش. إذا أحبائي اليوم العالمي للحماية المدنية هو يوم 1 مارس. وش رأيكم دركا نغنوا الأغنية؟
عمو يزيد يحب بزاف القرايه ويحب الاطفال اللي يقراو مليح. كاين اغنيه نقول فيها: قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت، شكرا، سمت كل الامم نحو القمم. تعالي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الامم نحو القمم، فالعلم رهيب بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الامم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. فنكمل معايا: قلمي قلمي ويزيد شو 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 شو. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. قلبي قلبي صغير الحجم بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. كل علم دونه تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين قلمي. آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. شكرا 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 شكرا. التحقوا بالأولياء تاعكم يا أطفال، التحقوا بالأولياء تاعكم.
إذن قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سنت كل الأمم نحو القمم فالعلم رهين بك قلمي. أحبائي الأمم ترقى بالعلم بالعلم ترقى الأمم. لازم نقراو مليح لازم نقراو ويزيد شو 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 شو. كانوا معايا ويلاتي شكون راه حافظ ويلاتي يا سديدو يلا. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم. وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ. وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك. فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا شكرا شكرا. اذا احبائي لازم تتعاملوا مع المقطع الاخير فقط ليقول فيه من اليوم فصاعدا ساهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لافرح امي وابي. برافو لافرح امي وابي. ويزيد شو 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 شو. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات كل الحصص كل الحفلات وأكثر.
عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، وسوف نهديك هدية عيد ميلادك. هيا نصفق.